صباح الخير لكل مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم مره اخرى على الهواء مباشره من خلال برنامج صباحنا مصري. وفقرتنا الثانيه الحواريه نتحدث فيها عن تطوير التعليم الفني ورؤيه استراتيجيه من الدوله لمواكبه سوق العمل وخدمه قطاعات الدوله في الفتره المقبله. خلينا ناخد نبذه بسيطه عن موضوعنا. الدوله وضعت خطه استراتيجيه لتطوير التعليم الفني والتدريب حتى 2030 تقوم على تحسين نظام التعليم وجودة نظام التعليم الفني والتدريب بما يتوافق مع النظم العالمية، وأيضا اعتماد الجودة العالمية في كل مراحل التعليم ومن داخل المدارس ومن داخل مراكز التدريب. وإحنا بنتكلم عن التطوير التعليم الفني، يمكن الرؤية المجتمعية للتعليم الفني هي رؤية قاصرة، بتشوف ان صاحب العمل اليدوي او العمل الفني يعتبر مستوى اقل من الشخص اللي حاصل على درجة علمية اعلى او اللي معاه شهادة عليا، وده طبعا في سوق العمل ما بقاش موجود وفي المستقبل ما بقاش موجود، لان الدول هتعتمد في الفترة القادمة ليس فقط على الوظائف النظرية ولكن على الوظائف اللي فيها مهارات، واللي هيفرق بين خريج او اخر او باحث عن وظيفة او اخر هيكون في فكرة التدريب الذي حصل عليه فنيا، وأيضا الوظائف التكرارية هيبقى ليها إلغاء بشكل كبير خصوصا مع الذكاء الاصطناعي اللي بدأ فعلا في العالم يسود وهيسود للفترة القادمة أو العقود القادمة. حول هذا الموضوع، حول تطوير التعليم الفني وأيضا الرؤية الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم الفني، يسعدنا أن يكون معنا دكتور عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. بداية المقدمة اللي أنا قلتها بتعتمد على فكرة إن ده اللي هيحصل، إن إحنا هنحتاج الفترة القادمة إن إحنا نبص للتعليم الفني مش نظرة دونية، أنا آسف ده وده بيحصل، إن الفكرة نفسها هي العمل اللي أنت بتقوم به وليس فقط الشهادة اللي حصل عليها. وشفنا شركات عالمية في العالم كله ما بتطلبش دلوقتي فكرة الشهادة العالية أو الديجري في أي من التخصصات، ولكن بتقول المهارات اللي عندك إيه، سواء صحيح. في التعامل مع التكنولوجيا، صحيح. في التعامل مع الآلات أو المعدات تمام. المستخدمة في هذه الشركة. نبدأ منين ما يحدث في مصر الآن أو فكرة تطوير التعليم الفني في مصر؟ اسمح لي أن أنا أبدأ من خطاب كان وجهه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في الملتقى التعليم العالي والبحث العلمي أول أمس. يمكن هو سيادته عمل مداخلة 10 دقائق تقريبا بالضبط، وكان كل دقيقة كان بمثابة طرح نقطة مهمة جدا، رسالة لمصر ورسالة للعالم. يمكن أول كانت رسالة كان وجهها سيادته هي فكرة أن تقديم تعليم جيد هو بمثابة تقديم فرصة للحياة، ويمكن هو يمكن أشار لفكرة أن مصر التعليم أو مسألة التعليم من ضمن الحاجات المهمة جدا واللي بنعتبرها إحنا أمن قومي. ليه؟ لأن إحنا مفيش تعليم جيد مش هيبقى فيه بناء حديث أو الدولة المصرية الحديثة. بإهدار للموارد. طبعا. في مجمل الحديث سيادته عن الثورات الصناعية المتعاقبة سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة، وحنا نتكلم في الرابعة وفي خمسة شغالة، هل مصر هي قادرة على الملاحقة ولا لا؟ يمكن وجه رسالته للعالم كله اللي بيقولوا إن قضية التعليم تعتبر حق من حقوق الإنسان، خلاص احنا نشتغل وندعم الدول النامية اللي فيها عجز او فيها خلل في مسألة جودة التعليم. احنا في مصر لازم نعترف زي ما سيادته اشار ان احنا عندنا امكانيات، او كان احنا كنا بنقدم التعليم المتاح الموجود ما كانش بالجودة الكافية اللي تكفي سوق العمل بعد كده. ودي النظرة اللي احنا هنبتدي نغيرها، او الفلسفة نغير فلسفة التعليم اللي موجود الحالي ونغيره بمسألة أو فكرة التدريب والمهارات أو الجدارات زي ما هنتكلم بعد كده. عقود الأسر يمكن كانت يهمها أن أنت يبقى عندك تعليم عالي، وده ظهر طبعا لأن في يعني معاهد أنشئت تمام. كليات جديدة أنشئت تمام. وفي الأغلب كانت نظرية للحصول على شهادة تمام. سواء لتأجيل مثلا الخدمة العسكرية، سواء لفكرة أن أنت يبقى عندك مؤهل عالي تمام. بغض النظر عن الوظيفة اللي أنت بتبقى فيها تمام. حتى سوق العمل طالب إيه تمام. طب هتتحل دي إزاي؟ يعني الدولة هتقوم بالجزء الخاص بفكرة أن أنت تعمل مدارس، لكن تمام. إقبال الأسر أو أولياء الأمور او الاهالي على فكره ان هو يتقبل ان ابنه مثلا في بعد الاعداديه ممكن يبقى معاه تعليم فني مش لازم يخش الجامعه او الكلام ده
ما احنا لازم نصدر مشهد ان الثوره الصناعيه الخامسه اللي هي شغاله حاليا ما بنشتغلش بقى او ما بنتكلمش زي ما حضرتك اشرت للارتفيشال انتليجنس، لا خالص، ده احنا بنتكلم دلوقتي عن الذكاء المعزز، يعني حاجه كده اعلى كمان من الذكاء الاصطناعي. لازم نقول للناس ان في بعض الوظائف هيكون عليها الطلب في السوق قليل جدا، بدليل ان في بعض الوظائف فعلا ابتدى يتدخل فيها، يمكن اشار ليها الدكتور خالد عبد الغفار في الملتقى وقال ان احنا ممكن نسمع في يوم من الايام ان الروبوت بيعمل عمليه جراحيه، يعني الدكتور مجدي يعقوب ممكن يدي امر للروبوت من محافظه تانية عشان يبتدي يعمل اجراء او يتابع العمليه، عمليه يعني كل الوظائف يعني التكراريه او اكزامبل يعني كل بقى الوظائف اللي موجوده الحاليه اللي هي اللي بتعتمد على الدراسه النظريه السوق فيها ساتسفاي. بالعكس، ده احنا هيحصل بعد كده ان التطور او التطور التكنولوجي او التحديث او المستحدثات الجديده بتاعه العصر الخاصه بالذكاء الاصطناعي وكل المدخلات اللي موجوده. انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي ابتدينا حتى في الدراسات القانونيه يدخل الذكاء الاصطناعي، تحديد الجرائم وتحديد مرتكبيها ده بيتم في خلال دقائق، فده كله بيدينا مؤشر ان الوظائف حتى التقليديه واللي موجوده حاليا هيبقى الطلب عليها مش هيكفي سوق العمل او حجم العمل. احنا بنتكلم في تقريبا 4 مليون شاب في التعليم العالي، فده محتاجين وظائف او محتاجين وظائف بعد ما يتخرجوا، وعشان كده احنا بنأكد على كلمه السيد رئيس الجمهوريه، عدم اعطاء تعليم جيد هو بمثابه عدم اعطاء فرصه للحياه. صحيح. ما نقدرش نقول مثلا اللي دخلوا الثانويه العامه السنه دي او اللي قبلها او اللي قبلها لدرجه 4 سنين مثلا، هل يبقى في حاجه اسمها التدريب التحويلي، بمعنى ان انا في اطار الحصول على وظيفه ومع نقص الوظائف مضطر ان انا ادور على وظيفه اخرى او مهاره اخرى اتعلمها؟ تمام. هل ده احنا وانا بشوف التقرير بيقول لك ان هو مش بس المدارس، لا، هيبقى في حاجه اسمها مراكز التدريب. تمام. ده معناه ان انت ممكن لو خارج من كليه نظريه ان انت تستطيع او شايف في نفسك ان انت ممكن تبقى عندك مهاره معينه فانت تختار ان انت تتدرب على المهاره دي لسوق العمل. هل ده ممكن يكون موجود في الفتره القادمه او يقنع الخريج العادي اللي يمكن اصل جزء منها ثقافي شويه؟ تمام. طب نحله ازاي؟ يتحل بان احنا نقول للناس ان الدوله دلوقتي بتعمل او بتقيم طلبه التعليم الفني بشهادتين، شهاده الثانويه الفنيه اللي بيمتحن فيها وشهاده الجدارات. الجدارات دي بتعتمد على المهارات الشخصيه والتدريب اللي بيتلقاه الطالب طوال سنوات دراسته، علشان كده لما بيجي يقدم في اي وظيفه بعد كده رب العمل او صاحب الشركه بيبص على حاجتين مهمين جدا، الشهاده او شهاده التخرج بتاعته وشهاده الجدارات. فاعتقد ان سوق العمل بعد كده هيبقى مرتبط او الطالب او خريج الجامعه او الكليه او المعهد او حتى التعليم الفني هيطلب منه شهادتين، شهاده جدارات الخاصه زي ما حضرتك قلت بالتدريب والمعارف العامه، والشهاده مدى قدره تحصيله على الماده العلميه اللي تلقاها خلال سنوات دراسته. يعني دي هتبقى منفصله عن دي؟ ده هيبقى مرتبطه مش منفصله، يعني هي الطالب هيبقى معاه شهادتين، زي ما احنا في ال 26 مدرسه تكنولوجيه تطبيقيه اللي هي تحمل تقريبا قوه 40,000 طالب في التعليم الفني حاليا، والمدارس دي تم صنعها او تم انشائها بالشراكه مع القطاع الخاص والشركات الصناعيه الكبيره. عندنا نماذج كتيره جدا، شركات وطنيه محترمه عملت المدارس دي، والمدارس دي لا تقوم اطلاقا على فكره الاموال او الاستثمار، هي مدارس مجانيه حكوميه، ويمكن المستهدف في 2030 الوصول ل 100 مدرسه تكنولوجيه تطبيقيه ملحقه بالمصنع. يعني احنا دايما بنقول حتى عندنا في الاقتصاد والتشريعات الماليه والضريبيه احنا ممكن نشجع المؤسسات الصناعيه الكبيره اللي في مصر بان هي تنشئ مدرسه تطبيقيه تكنولوجيه واقع فيها نسبيا من الضرائب، يبقى احنا وفرنا اكتر من هدف. وفرنا اكتر من هدف، اولا تعليم بشكل جيد محترم في تطبيق عمل الطالب وضمنت له وظيفه في نفس الشركه بعد ما يتخرج، والشركه نجحت في انها تصنع خريج يتوافق مع احنا حاليا يا فندم عندنا 26 مدرسه وكمان المصنع الكبير او الشركه واسامي كبيره بالمناسبه، يعني اسامي شركات كبيره يمكن انا يعني مش هذكرها عشان ما يبقاش نوع من انواع الدعايه يعني جريد. ولكن هي فعلا يعني دور وطني جدا لمؤسسات كبيره محترمه في البلد، 26 مدرسه في جميع التخصصات اللي حضرتك ممكن تتخيلها، ويا ريت يوصلوا ل 100 لان ان شاء الله باذن الله الوقت مش صالحنا ان شاء الله. طب الخبر الاساسي ان احنا
احنا عندنا كمان يعني تقدم مصر 13 مركز في المؤشر العالمي لتنافسيه المواهب. طيب. ده يمكن مشاهدين كتير يسمعوه لاول مره، ولكن هي اصبحت في المركز 84 في 2021 مقارنه بال 97 في 2020. ما معنى المؤشرات بالتحديد؟ بتبين ايه؟ هل بتبين ان انا دلوقتي بتقدم في فكره ان انا بعمل مراكز تدريب وعندي مواهب اكتر، ولا بتقول ان انا عندي مواهب بس محتاج ان انا اغير السيستم بتاعي عشان تزيد وتكبر؟ المؤشر بيقول لي موضع او مصر خطوت كام خطوه لقدام في مساله التدريب والتطوير ومدى قدرتها على جذب المهارات سواء داخليا او خارجيا. طب ايه المعايير اللي على اساسها بيتم الاختيار او تحديد مركز اي دوله؟ الإجراءات هو تقريبا في حوالي حاجة و80 معيار أو محور بتشتغل عليهم. خلينا ناخد الأهم. الجماعة أهمهم هي فكرة التواصل. فكرة التواصل مع الشخص اللي عنده مهارة، وفكرة إن إحنا بنذلل قدامه العقبات، فكرة تبني، فكرة إن أنا بدربه كويس بستفيد منه كويس. زي ما أشار بردك السيد رئيس الجمهورية إن إحنا في منحة لميت شاب في منظمة الدول الإسلامية، وأعلن عنه في الملتقى بتاع التعليم العالي والبحث العلمي 100 فرصة مجانية في الجامعات الأهلية المدمجة مع جامعات عالمية علشان نقدر نستفيد من المهارة بتاعتهم في خلال المنظمة أو من خلال المنظمة يعني. طب وإيه المعايير الأخرى؟ المعايير الأخرى بتعتمد على فكرة الدولة والإجراءات اللي بتقوم بيها لتطوير عملية التعليم. يعني يمكن لو احنا هنترجم الكلام ده لأرقام، احنا تقريبا في الموازنة العامة للدولة 2021 ادينا اعتماد للتعليم الفني وللابتكار من 15 مليار ل 50 مليار. 15 مليار ده كانت موازنة 14 ل 50 مليار حاليا. احنا بنتكلم في 50 ألف فصل جديد تم إنشاؤه، ودي كلها من ضمن المعايير. بنتكلم تاني عن فكرة ان على الأرض دلوقتي واحنا بنتكلم في 2652 مدرسة صناعية، منهم 1373 مدرسة صناعية، منهم 881 مدرسة تجارية، منهم تقريبا 259 مدرسة زراعية و129 فندقية، وتقريبا 26 مدرسة تكنولوجية تطبيقية شغالة على فكرة التعليم بنظام الجدارات مش بنظام التقويم العادي. الجدارات معناها ان انا بدي الطالب جدارات مهارات شخصية artificial intelligence، عندنا التفكير الابتكاري، عندنا حاجات كتيرة جدا، مهارات التواصل، دي كلها من ضمن الجدارات او مجموعة الجدارات اللي احنا بنتكلم عليها. لما بنيجي نقيم اي دولة موطئ قدمها فين من تقدم الدول الاخرى بقيس كل المعايير دي، وعلى اساسه احنا بنقول ان مصر تقدمت خطوة او خطوتين لقدام. طيب واحنا بنتكلم على التطور في الاقتصاد المصري ودعوة شركات عالمية سواء شركات سيارات شركات بنتكلم في قطاعات عديدة تخصصية، هل احنا لدينا الكفاءة يعني مش الكفاءة، العدد المطلوب للتعامل او خريجين التعليم الفني للتعامل مع هذه المتغيرات؟ لان احنا هيبقى محتاجين ان احنا ناخد عمالة مش ندربهم فقط ولكن عندهم الاساس. طب احنا بنتكلم عن عدد ولا عدد عنده كفاءة؟ العدد عنده كفاءة. اكيد طبعا العدد اللي عنده كفاءة. حاليا احنا بنتكلم عن الدولة يا استاذ محمد بتعمل اجراءات غير اعتيادية مش زي السابق، بمعنى ان احنا بنشوف انهي تجمع صناعي موجود وابتدي افتح مجمع تكنولوجي داخل المنطقة دي. يعني مثلا احنا عندنا ثلاث مجمعات او جامعات تكنولوجية، عندنا في القاهرة الجديدة وعندنا في الدلتا ايوسنا وعندنا في بني سويف. الدولة اللي اختارت الأماكن ديت أماكن توطن صناعات معينة علشان الخريج يكفل له تدريب يعني سويف في نفس المصنع المنطقة اللي هناك واحنا عارفين المصنع والقاهرة الجديدة يخدم. بعد كده عندنا مدارس نوعية بتخدم المشروعات القومية. يعني عندنا مدرسة الضبعة النووية، أول مدرسة في الشرق الأوسط مش في مصر بس، في الشرق الأوسط تهتم بالدراسات النووية. عندنا مدارس الطاقة الشمسية في أسوان، ويمكن إحنا عندنا الخطة عشان في مشروع كان الخطة عندنا 17 مدرسة إن شاء الله مزمع إنشائهم. عندنا الجديد إن إحنا عندنا مدرسة لصناعة الأساس في دمياط بالتعاون مع دولة الفاتيكان، وعندنا مدارس للنقل البحري والبترول صناعة الذهب وعندنا في مدارس للمياه الشرب والصرف الصحي. حضرتك شفت المجالات؟ شفت المجالات اللي الدولة مهتمة بيها علشان ده المستقبل. طيب واحنا بنتكلم على الجزء ده بالتحديد، احنا عندنا كل سنة
بيدخل سوق العمل مش بس اللي في الجامعة، عندنا يدخل سوق العمل من 600 ل 700 ألف وساعات بيوصلوا لمليون، وطبعا مع التعداد السكاني الرقم طبعا بيتغير كل سنة إلى الأعلى. كيفية التعامل مع هذا الموضوع؟ احنا شفنا دول مثلا من سنوات كتيرة خلت التعليم الفني 70% من نوع التعليم و30%، وده مش يعني حاجة مش معروفة. طبعًا. ألمانيا يعني عندها التعليم الفني أو فكرة العامل اليدوي أو صاحب المهارة أو المهارتين أو الثلاثة 70% من المجتمع و30% للجزء النظري. هل احنا ممكن نوصل لده او نبقى مضغوطين على ده في الفتره القادمه، خصوصا ان احنا شفنا طبعا التعليم النظري ما وديناش لفكره الوظائف وفي عندنا خريجين كتير بره سوق العمل؟ يمكن اثير مؤخرا فكره ان في ناس بتقول ان انا عندنا اعداد كتيره من خريجي او حاملي الشهادات العليا زي الدكتوراه والماجستير، ولكن هي الشهادات ديت بالرغم من اهميتها ولكن هي لم تعد مطلوبه في سوق العمل. وعشان كده بنقول ان التوجه دلوقتي ضروري ولازم ان احنا نوجه للناس رسالة ان المستقبل في الصناعات اليدوية، الصناعات القائمة على تنشيط فكرة العمل الابتكاري مش النظري خالص. يعني يمكن انا من ضمن الحلول اللي ممكن تكون مطروحة ان احنا نقلل الاعداد للكليات النظرية، يعني يبقى فيها كاباسيتي معين على حسب احتياج السوق. انا محتاج في السوق قد ايه عدد محاسبين او محامين او كذا، وبعد كده احدد العدد واقفل التنسيق. ده هيرجع لسؤالي الاولاني، هل المجتمع المصري جاهز لده، جاهز لفكره تطوير التعليم الفني؟ احنا شفنا مثلا فكريا اعتقد صعب، يعني ان شاء الله مش صعب، يعني ان شاء الله مع المستقبل ان احنا بنشوف حتى الوظائف، حتى الاولاد طلابنا لما بيتخرجوا من الكليات النظريه بيلجأوا للاعمال اليدويه. يعني طب انت ليه قطعت هو شايفها بشكل مؤقت، هو شايفها ممكن يشتغلها بشكل مؤقت، لكن العامل النفسي ونظره المجتمع، نظره المجتمع في ايه يا فندم؟ في الجيش ماشي اوكي، ادخل التعليم الفني وانا هدي لك زي ما بيتعامل المؤهل العالي، هدي لك الاعفاء اللي انت عايزه او هدي لك الثلاث سنين او سنه اللي انت عايزه. كل الناس بتبص على فكره الاحتياجات ما بعد التخرج. ادي الامتيازات للتعليم الفني هتلاقي كل الناس على التعليم الفني. طب احنا بندور على الاستدامه. تمام. يعني مشكله الوظيفه انك ما تجيش مثلا بعد 10 ولا 15 سنه تلاقي الوظيفه دي تم الغائها، تمام، او حصل فيها عدم وجود استدامه للوظيفه دي، ما بقتش موجود. ده موجود طبعا، يعني شفنا مثلا يعني الناس بتتكلم على سوق البترول مثلا ان ممكن يكون الجزء التعامل مع الطاقات الجديده هيخلي الناس اللي في الوظائف بتاعه البترول او الحاجات دي كلها مش موجوده. الوظائف النظريه كذلك هيتم التعامل ازاي مجتمعين؟ هل المفترض ان انت تعمل تدريب تحويلي، بمعنى ان ناس من كليات نظريه او خريجين كليات نظريه يستطيعوا ان هم يلتحقوا بده؟ هتعملها ازاي بقى حول الدوله بعد كل ما اللي احنا قلناه ده؟ تمام. انه يتغلل داخل نسيج احنا محتاجين مراكز فعلا تطوير مهني تكون موجوده علشان الخريج النظري وقت ما يلاقي ان الوظائف ديت خلاص اكسبايرد يبتدي يلجا الى المراكز اعاده المؤهل بشكل جديد او نعمل له ريسيكلاج زي ما بقوله، يعني علشان يقدر يجابه سوق العمل. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الكورونا بانديميك او جائحه كورونا ادت لتغيير مفاهيم غير اعتياديه في المجتمع. حصل. مش في مصر بس، في العالم كله. يعني احنا كنا زمان بس ما زالت المفاهيم دي موجوده واتغيرت، بس الناس حاسه ان انا بعد كورونا هرجع زي ما كنت، يعني بنفس الاسلوب ونفس الشكل، مش هغير. يعني زمان ما كنا نتخيل ان في طالب يجي لي من بره يقول لي انا واخد شهاده اونلاين، ما كنتش هتستوعبها. ولكن مع وجود الجائحه في تغيير، حتى في بعض الوظائف ابتدت تبقى موجوده، تسويق عبر الانترنت. يمكن اخر تقرير كان قال ان شركات الخدمات الالكترونيه كانت من اكبر الشركات استفاده من وراء الجائحه. يعني ما هو لو رجعنا بعد الجائحه، هل تستمر هذه الوظائف في التواجد مع رجوع الاقتصاد الى الشكل الفيزيكال، الى الشكل العملي؟ او ما احنا المفترض بقى نطور اللي موجود دلوقتي عشان نحافظ من مكتسبات كورونا. يعني انا بعتبرها ان اللي حصل ده من مكتسبات كورونا بندمي، ان المكتسبات يعني اضرب ناس كتير، ولكن اللي اضروهم احنا بنقول لهم او وصلنا لهم رساله مش مباشره ان الوظائف اللي حضراتكم موجوده دي هيجي زمن وهتبقى مش موجوده. بس هل هو طبعا جه بشكل صادم طبعا بسبب كورونا، لكن عشان تغيره لازم تقنعه بان ده خلاص الاستدامه بتاعت الوظائف. هل ممكن نقول ان احنا في الفتره الجايه مع التطور بتاع الثورات الرابعه والخامسه وسرعه والفروق القليله اللي بينهم، طبعا مفيش استدامه للوظائف؟
والله يعني عشان نبقى واضحين، هل زمان لما كنا بنقول انت يعني ممكن ما تتدربش لمده 10 سنين او صحيح. موظف الحكومه ما كانش بيتدرب كان صحيح. شكليه صحيح. ده معناه ان انت محتاج ان انت كل سنه او كل سنتين شهر تدريب. صحيح. صحيح. هل المجتمع جاهز لده؟ هل الشركات جاهزه لده؟ الاقتصاد جاهز لده؟ والله يمكن قوه اقتصادنا لازم نعترف ان هي في ظل التعداد السكاني الغير عادي، وفي ظل المشروعات اللي الدولة قائمة عليها حاليا، المشروعات الوطنية، احنا بنحاول بقدر الامكان جاهدين، ولكن انا بطلب برضك من القطاع الخاص الدخول كشريك اساسي وعنصر فعال في مسألة التطوير والتدريب المستمر، ويمكن طرح فكرة ان احنا المجمعات الصناعية الكبيرة الوطنية، انا بتكلم الوطنية، ان هي تبتدي تعمل مراكز تكنولوجية او مدارس تكنولوجية للتدريب او التعليم والتطوير، وانا ادي لها حوافز كدولة، وده دوري كدولة او تخفيض ضريبي او ان كان اي شيء، لأنه هيديني أكتر من هدف. أولا التدريب اللي حضرتك بتتكلم عليه، التدريب المستدام اللي حضرتك بتقول عليه، يمكن في مجمل الحديث أستاذ محمد امبارح كانت وزارة التنمية الاقتصادية كانت بتحتفل بتخريج دفعة من دفعات الموظفين الحكومة في التدريب، ماجستير الإدارة جامعة السيسكا، ولكن احنا بنقول دايما ان في الدولة بصت دلوقتي على التدريب والتطوير المستدام. الأكاديمية الوطنية للتدريب أعلنت عن الدفعة الرابعة من القيادة الشباب او القيادة الشابة، ده كله بيدينا مؤشر ان الدولة بتتحرك، ولكن لازم نقول او نعترف ان جهد الدولة لازم يتضافر مع القطاع الخاص علشان نبتدي نحس او يبقى فيه فاليو للمجتمع، في قيمه للمجتمع. المجتمع هيحس بالكلام ده ازاي؟ لما نلاقي ان خريجي المجمعات التكنولوجيه اللي احنا بنتكلم عليها دي والجامعات التكنولوجيه اللي موجوده والمدارس ديت ابتدوا يتوغلوا في سوق العمل ويبقوا مطلوبين بالاسم. احنا كنا زمان كنا بنعول على جامعه كذا وجامعه كذا بان هم مطلوبين بالاسم. احنا دلوقتي ان شاء الله في المستقبل القريب هنلاقي ان الطلبه دول متميزين جدا، واعتقد ان 40,000 طالب في المدارس التكنولوجيه التطبيقيه اللي معموله مع القطاع الخاص، ده اكبر دليل ان المجتمع ابتدى يعمل اعاده تغيير لافكاره بالنسبه للكليات والجامعات النظريه. لكن ما زالت الثانويه العامه موجوده. موجود طبعا وهتظل موجوده. طبعا هتظل موجوده، ولكن هي التركيز بقى على الفكره انا رايح فين، انا رايح فين بعد الثانويه العامه. بالظبط كده. خلينا نقول ان احنا عندنا ضغط كبير جدا، يعني المفروض الكورونا ضغطت على الاسر. بالظبط كده. الفكره نفسها بتاعت الثانويه العامه ولازم تخش كليه كبرى، وحتى لو ما دخلتش كليه كبرى لابد ان انت يبقى في معاهد خاصه. طبعا احنا ما بنقولش لا على المعاهد الخاصه. أيوة. ولكن هل هي مرتبطه بشكل كامل بسوق العمل، ولا احنا عندنا الجزء النظري اكبر شويه من المطلوب؟ لا، الجزء النظري اكبر طبعا، وفي ساتسفاي غير عادي. يعني احنا لما بنتكلم في دفعه مثلا من احدى الدفعات وانتساب بنتكلم في 11,000 طالب في دفعه واحده. تخيل بقى حضرتك في 27 او 28 جامعه حوالين مصر، فاحنا عندنا ساتسفاي للكليات النظريه. فاحنا محتاجين ان احنا الكليات النظريه حتى في التنسيق يبقى في اعاده بس خلينا نشوف جدول الاعداد حتى للاسر. يعني انا دلوقتي الاسر بعد ما يدخل ثانويه عامه ويبتدي ياخد دروس وسناتر وما الى ذلك ويدخل كليه نظريه ويبقى مطالب عشان يخش سوق العمل ان هو يتدرب تاني، يبقى انا عملت اهدار لمال الاسره واهدار للمال العام. طبعا في حته ده طبعاً. احنا عاوزين نوجه ده للاسر. يعني مثلا حضرتك لو انا دلوقتي عندي ولي امر او والده احد الطلاب في سواء في ثانيه ثانوي او ثالثه ثانوي او في الكليات، مفترض ان احنا نقول لهم ايه؟ مفترض نقول لهم ايه في الفتره اللي جايه، او يعلم ابنه ايه، او يوجه ابنه او بنته لايه؟ يمكن زي ما حضرتك تفضلت، يمكن دور الاعلام هنا دور مهم جدا، لان في ناس كتير قوي ما تعرفش يعني ايه مجمع تكنولوجي متكامل. ما يعرفش ان الدراسه فيه بالانجلش معظم الوقت، ما يعرفش ان الدراسه فيه او الشهاده بتاعته معادله للشهاده الاوروبيه، ما يعرفش ان الشهاده معتمده سواء يشتغل بها داخل مصر او خارج مصر. ده كله الناس ممكن تجهله. يعني يمكن انا في حديثي مع بعض اولياء الامور لما بنيجي نتكلم في النقطه ديت، هو بيقول لك انا مش عارف فين المجمع ده او المجمع متكامل سواء في الاميريه او في ابو غالب في اسيوط في بني سويف، ولسه في ان شاء الله الدوله في فكره انشاء الخطه في طريقه في خطتها. طبعا 2030 ان شاء الله في طريقها ان هي نزود عدد المجمعات التكنولوجيه ديت. فاحنا محتاجين الاعلام يركز اكتر على تغيير الفكر النمطي. ننزل يا فندم بالكاميرات للمجمعات ديت ونشوف طريقه التدريس اللي موجوده فيها ونحاول نغير الفكر بايدينا ان شاء الله. هنغير الفكر باذن الله. انا بشكر حضرتك دكتور عمرو يوسف، استاذ الاقتصاد والتشريعات الماليه وعضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع. شكرا لك. شكرا يا فندم. متشكر جدا. صباح الخير. شكرا يا فندم.
وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. غدا إن شاء الله حلقة جديدة وبرنامج صباحنا مصري وفريق عمل جديد. إلى اللقاء.